قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور الرئيسية بمنطقة مدينة نصر، حيث اطمأن سيادته من المشرفين على تلك المشروعات على سير العمل والإنجاز وفقا للجداول الزمنية. وأكد سيادته على ضرورة مراعاة وتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظا على سلامة وصحة العاملين. الشغل تمام يا فندم، والحمد لله احنا شغالين بمعدلات كويسه، وان شاء الله هنحقق في البرنامج الزمني اللي هو ان شاء الله قبل 15/8 ان شاء الله نكون مخلصين. قبل 15 بامر الله. طرق كوبري 430. طيب انتوا شغالين هنا بس ولا في حد في الله؟ لا احنا حضرتك احنا المقاولين عرب اداره الكباري في اللي هو مصطفى النحاس مع عباس العقاد، والكباري التقاطعات الثانيه مع شركات ثانيه. من فضلك من فضلك الناس تلبس كده. تمام يا فندم. لو احنا ما خدناش بالنا هتزيد. تمام. ما تسيبوش الناس كده. لا حاضر يا فندم حاضر. شكرا. تمام يا فندم. كما تفقد سيادته عددا من محطات الوقود بالمحاور الرئيسية، وشدد سيادته على ضرورة أن تكون تلك المحطات مراكز خدمية متكاملة للمواطنين. وأثناء الجولة توقف سيادته مع أحد الباعة الجائلين، حيث دار حوار معه اطمأن منه السيد الرئيس على أحواله. ازيك؟ كل سنة وانت طيب. عامل ايه؟ انت ساكن فين؟ من سوهاج. من سوهاج. وعايش هنا؟ لا عايز اخد موسم السكين بس. عامل ايه؟ اخد موسم السكين بس وعندي. بتكفي موسم السكين انا بس. الحي الثاني استبدا حتى في استبدا. واحدة ولا معاك ولاد؟ لا واحدة. ايه بروتي بالصح؟ مش عايز حاجة؟ صحيح مسارة كفاية.